قدومي أحس بقى محافظ كأي كلمية أنا مرشح أحس بقى سيمون سبيح عبدي أي قاري مقالة ده بربر أي حرونتا قبل كساحل وحان والك أسي وتغي سيد الله شاقي دردر قرينتا ديوان قرينتا عود بحياش وكا سعوتا قبل كاسي وربحين تاني وحا مقالة ده بربر نوغا صدري وريها يقا محمد عبد الله صوفر استيب قدوميها حسبك كلمية أهنا مشرحة مدحوينها حسبك كلمية موسى بيح عبدي ومانتا السعودة الكوية مين بقالة دا بربراع أما بقبل كساحل أيا لغو سودوية ديقامة دا هوسي ما دا قبل كساحل أي قلبيتك سيدة ديقامة دا مندرا إيو قوبك لأو كتيتسن ودداسي كدمنا وحاو قدوميها حسبك كلمية موسى بيح عبدي كلاها اللي قوبة فقارا دادك خودة غان ديغان كا مندارا غارهان ديغمد عبدال إساقو هنا دادك اسي كوا عيي قليي إنا إسيو إنوغا قيب قاتان ديوان قلينتا عود بحيا ياشو دوان كبلاب مدونتا قوبل كان ساحل سيدو كلاوحا وقدوم يو سعودال دير كدب سو غاري مقالة دا بربرا إيادو ناك دادوين آدو تيربادني أيكو سودوين مقالة دا بربرا وحانو مركيو مقالة دا بربرا سو غاري سوين لوغو قابلي xarunta dhexe xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada berbera waxana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka saaxil iyo meeyarka degmada berbera iyo waliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil yusuf ahmed maxamed hala dhagoole kadibna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi abdi ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ayaa isaguna halkaas kala hadlay shacabweynaha reer berbera isaguna tilmaamay in socdaalkiisa la xiriiro dardargelinta diwaan gelinta cod bixiyayaasha oo dhawaan ka bilaabmi doonta gobolka saaxil isaguna ugu baaqay guud ahaan shacabka reer berbera iyo gobolka saaxil bay inay si weyn uga qayb qaataan diwaan gelinta cod bixiyayaasha taasi oo uu tilmaamay in lagu qiimeyn doono gobol ahaan ibnaha uga tartami doona golaha wakiilada gobolka kan إن أي كلمة جديدة أو أي غرب حام، إن دت
محمد عبد الله صوفر استسمال تشانل مقالة بربراء.